أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات، بنرحب بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن علم الأحياء. هو علم من علوم الطبيعة. عالم الأحياء له فروع زي علم الأحياء التطوري والكيمياء الحيوية وعلم البيئة، كل دي فروع من عالم الأحياء وعلوم الطبيعة، زي أيضا علم الوراثة، علم النباتات، علم الحيوان، علم وظائف الأعضاء، علم الأحياء الخلوي، وعلم الأحياء الجزئي، وحياة الكائن الحي. التاريخ، تاريخ علم الأحياء هنتكلم فيه النهاردة عن هنتكلم عن التاريخ النهاردة في حلقة النهاردة، فتابعونا. علم الأحياء هو علم طبيعي يعنى بدراسة الحياة والكائنات الحية بما في ذلك هياكلها ووظائفها ونموها وتطورها وتوزيعها وتصنيفها. الأحياء الحديثة هي ميدان واسع يتألف من العديد من الفروع والتخصصات الفرعية، لكنها تتضمن بعض المفاهيم العامة الموحدة التي تربط بين الفروع المختلفة وتسير عليها جميع الدراسات والبحوث. ينظر إلى الخلية في علم الأحياء عموما باعتبارها وحدة الحياة الأساسية، والجين باعتباره وحدة التوريث الأساسي، والتطور باعتباره المحرك الذي يولد الأنواع الجديدة. ومن المفهوم أيضا في علم الأحياء في الوقت الحاضر أن جميع الكائنات الحية تبقى على قيد الحياة عن طريق استهلاك وتحويل الطاقة، ومن خلال تنظيم البيئة الداخلية للحفاظ على حالة مستقرة وحيوية. ينقسم علم الأحياء إلى فروع حسب نطاق الكائنات الحية التي تدرسها، وأنواع الكائنات الحية المدروسة، والأساليب المستخدمة في الدراسة. فتدرس الكيمياء الحيوية مثلا العمليات الكيميائية المتعلقة بالكائنات الحية، أما علم الأحياء الجزيئي فيدرس التفاعلات المعقدة التي تحصل بين الجزيئات البيولوجية. وأما علم النبات فهو يعني بدراسة حياة النباتات المختلفة، ويدرس علم الأحياء الخلوية الخالية التي تعد الوحدة البنائية الأساسية للحياة، ويدرس علم وظائف الأعضاء الوظائف الفيزيائية والكيميائية والأنسجة وأعضاء وأجهزة الكائن الحي، بينما يدرس علم الأحياء التطوري العمليات التي أدت إلى تنوع الحياة. ويعنى علم البيئة بالبحث في كيفية تفاعل الكائنات الحية مع بيئتها. سبب تسمية علم الأحياء: اشتق مصطلح علم الأحياء من كلمة لاتينية وأيضا من كلمة يونانية، فعند دمج هذه الكلمتين سوف تجد أنها قريبة من كلمة بيولوجي التي تترجم بالإنجليزية إلى العربي، وهي تعني حياة وتعني أيضا دراسة وعلم في اللغة اليونانية معناها. وظهر هذا المصطلح للمرة الأولى عام 1736 عندما استخدمه كارلوس لينيوس في أحد كتبه، وتبع ذلك ترجمته للألمانية عام 1771 في ترجمة لعمل لينيوس. دخل هذا المصطلح حيز الاستخدام الحديث في أطروحة من 6 مجلدات، وذلك من تأليف العالم الألماني غوتفريد رينالد تيروفيرينياوس الذي قال: سيكون موضوع أبحاثنا هو أشكال الحياة ومظاهرها المختلفة والظروف والقوانين التي تحدث بموجبها هذه الظواهر والأمور والأسباب التي أثرت فيها، وسنشير إلى العلم الذي يهتم بهذه الأمور باسم علم الأحياء أو مبدأ الحياة. تاريخ علم الأحياء:
على الرغم من ظهور علم الأحياء بشكله الحالي حديثا نسبيا، إلا أن العلوم التي تضمنها الأحياء أو تتعلق فيها كانت تدرس منذ العصور القديمة. فقد كانت الفلسفة الطبيعية تدرس في بلاد الرافدين ومصر وشبه القارة الهندية والصين، بيد أن أصول علوم الأحياء الحديثة ومنهجها في دراسة الطبيعة تعود إلى اليونان القديمة، فكان أبقراط بمثابة مؤسس علم الطب، بالإضافة إلى مساهمة أرسطو الكبيرة في تطوير علم الأحياء، حيث كان لكتبه التي أظهر فيها ميوله للطبيعة أهمية خاصة مثل كتاب تاريخ الحيوانات. تبع ذلك أعمال أكثر تجريبية ركزت على السببية البيولوجية وتنوع الحياة. كتب ثيفوروستوس بعد ذلك سلسلة من الكتب في علم النبات، اعتبرت الأهم من نوعها في هذا العلم في العصور القديمة حتى العصور الوسطى. أسهم العلماء المسلمون كذلك إسهامات مهمة في علم الأحياء، وذلك مثل الجاحظ وأبو حنيفة الدينوري الذي كتب في علوم النباتات، وأبو بكر الرازي الذي كتب في علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء. كما أولى المسلمون الطب اهتماما خاصة، فترجموا علوم اليونانيين وأضافوا إليها الكثير. أما إسهاماتهم في التاريخ الطبيعي فكانت معتمدة بشكل كبير على الفكر الأرسطي. انتهت حلقة اليوم، وانتظرونا في حلقة جديدة وموضوع جديد قريبا إن شاء الله تعالى.